بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. وهذه تتمة في طرق التكامل. هذا الفصل موجود في كتاب توماس، الفصل الثامن، صفحة 553. في هذه المحاضرة راح ناخذ Power of Trigonometric Functions، الدوال المثلثية لما تكون مرفوعة للأسس داخل التكاملات. تعلمنا سابقا أن تكامل U أس N DU، يعني U مرفوعة للأس N واليو مشتقتها متوفرة DU، فهذا راح يساوي لنا U أس N زائد واحد على N زائد واحد زائد N C إذا كان الN لا يساوي ناقص واحد. وإذا كان الN يساوي سالب واحد فرح يصير اليو بالمقام، يعني يصير تكامل ديو على يو ويساوي لن أبسليوت يو زائدا سي إذا كانت N تساوي سالب واحد. مثال على هذا، example، للحالة الأولى تكامل تان أس خمسة إكس في سيكنت تربيع إكس دي إكس. ألاحظ أنه إذا فرضت U يساوي tan x du تساوي مشتقة التان هي secant تربيع x مشتقة الزاوية x dx، فإذا هذا التكامل يساوي تكامل U أس 5 du. إذا التكامل يساوي tan أس 6 على 6 تان إكس أس 6 على 6 زائدا سي. مثال آخر، تكامل تان إكس دي إكس. ألاحظ أنه هذا ممكن أنه أكتبه تان يساوي ساين إكس على كوساين إكس، فإذا إذا فرضت U يساوي كوساين X الديو مشتقة الكوساين ماينس ساين X مشتقة الزاوية دي X، إذا ألاحظ التكامل يساوي، ألاحظ ساين X دي X يساوي سالب ديو، فإذا يساوي سالب ديو وكوساين X هي U، إذا التكامل يساوي سالب تكامل ديو على يو هو أبسليوت لن أبسليوت يو زائدا سي ويساوي سالب لن كوساين يو الكوساين أبسليوت زائدا سي. الحالات اللي تمر بها الدوال المثلثية داخل التكاملات مرفوعة للأسس، أولا تكامل ساين أس أم إكس في كوساين أس أن إكس دي إكس، أما أم أو أن يكون عدد فردي موجب، فبهذه الحالة مثال تكامل ساين تكعيب إكس في كوساين أس 4 على 3 X DX. ألاحظ عندي الكوساين، الساين مرفوع للأس 3 والكوساين للأس 4 على 3، فعلى الأقل أحدهما فردي أحد الأسس الساين 3، فبهذه الحالة نستخدم المتطابقة ساين
تربيع x زائد كوساين تربيع x يساوي 1. فإذا نلاحظ للحل تكامل يساوي تكامل كوساين أس 4 على 3 x في ساين أجزئه ساين تربيع x في ساين x dx، ويساوي تكامل كوساين أس 4 على 3 x في ساين x في أستخدم الآن المتطابقة ساين تربيع x يساوي 1 ناقص كوساين تربيع x dx، ويساوي الآن أدخل هذه الكوساين والساين على الأقواس فيساوي تكامل كوساين أس 4 على 3 x في ساين x dx ناقصا تكامل كوساين أس 4 على 3 x في ساين x في كوساين تربيع x dx. ألاحظ الغاية من تعويض المتطابقة هو حتى أوفر المشتقات حتى يصير التكامل يشبه يو أس ان دي يو. فهسه بالتكامل الأول كوساين أس 4 على 3 مشتقة الكوساين ماينس ساين، فإذا لو فرضت كوساين x يساوي u فdu راح يكون ماينس ساين x. هذه بعد ما أكتبها خلينا تصير واضحة أعتقد. فإذا تكامل مشتقة الكوساين ماينس ساين، فإذا أريد أوفر المشتقة أضرب في ناقص واحد وأقسم على ناقص واحد فيصير عندي سالب تكامل كوساين أس 4 على 3 x ومشتقة الكوساين سالب ساين x dx. سالب تكامل كوساين أس 4 على 3 في كوساين تربيع x عند الضرب نجمع الأسس 4 على 3 والتربيع يصير 6 على 6 على 3 6 على 3 يساوي 2، فإذا 6 و 4 راح يصير 10 على 3 كوساين 10 على 3 x في ساين x dx. ولاحظ هنا نفس الحالة الكوساين مشتقته سالب ساين، فإذا أحتاج أضرب وأقسم على سالب واحد فيصير عندي النتيجة يساوي تكامل كوساين أس 4 على 3 x مشتقة متوفرة راح يكون تكامل يو أس ان دي يو. فإذا يساوي كوساين ما أنسى السالب 4 على 3 زائد 1، الواحد بحسب المقام يصير 3 على 3 فيصير 7 على 3 على 7 على 3 سالب. الآن أضرب الساين في سالب واحد حتى أوفر المشتقة وأضرب التكامل في سالب واحد كأنما ضربت وقسمت على سالب واحد فصير السالب موجب. تكامل كوساين x متوفرة مشتقته راح يصير عندي كوساين أس 10 على 3 زائد 1 زائد 3 على 3 يصير 13 على 3 x على 13 على 3 زائدا c. مثال آخر تكامل تحت الجذر ساين x في كوساين أس 5 x dx. هنا ألاحظ عندي ساين وكوساين، الساين مرفوع الأس نصف تحت الجذر يعني، والكوساين أس فردي، فإذا أستغل هذه الطريقة
أعوض بالمتطابقة، ساين تربيع اكس زائدا كوساين تربيع اكس يساوي 1. فإذا هذا التكامل راح يساوي تكامل ساين أس نصف اكس في كوساين تربيع اكس في كوساين تكعيب اكس دي اكس. جزأت الكوساين أس 5 إلى كوساين تربيع وكوساين تكعيب، ويساوي تكامل ساين أس نصف اكس في كوساين تكعيب اكس في كوساين تربيع يساوي 1 سالب ساين تربيع اكس دي اكس. الآن أدخل هذه الكمية داخل القوس، يساوي تكامل ساين أس نصف اكس في كوساين تكعيب اكس دي اكس ناقصا تكامل ساين اكس أس نصف في ساين تربيع اكس. التربيع هنا بحسب المقام النصف راح يصير 4/2، فواحد على اثنين زائدا 4/2 للأسس راح يساوي 5/2. فإذا ساين أس 5/2 اكس في كوساين تكعيب اكس دي اكس. الآن ألاحظ عندي نفس الحالة، أس الكوساين فردي، فإذا أستخدم نفس المتطابقة مرة أخرى حتى أبسط التكامل أكثر وأوفر شكل تكامل يو دي يو، فيساوي تكامل ساين أس نصف اكس في كوساين تكعيب، راح أجزئها إلى كوساين تربيع وكوساين اكس، فتصير 1 سالب ساين تربيع اكس في كوساين اكس دي اكس ناقصا تكامل ساين أس 5/2 اكس وكوساين تكعيب، أيضا أجزئها إلى كوساين تربيع وكوساين، فيصير عندي 1 سالب ساين تربيع اكس في كوساين اكس دي اكس، ويساوي أبسط تكامل ساين أس نصف اكس في كوساين اكس هذه دي اكس ناقصا تكامل ساين أس نصف في ساين تربيع، راح يصير التربيع يصير مثل ما قلنا 4/2 بحسب المقام، فيصير أس 5/2 في كوساين اكس دي اكس ناقصا تكامل ساين أس 5/2 اكس في كوساين اكس دي اكس. سالب في السالب راح يصير موجب، تكامل ساين أس 5/2 في ساين تربيع بحسب المقام 2، فإذا يصير 4/2 زائدا 5/2 راح يصير ساين أس 9/2 في كوساين اكس دي اكس. الآن ألاحظ بكل تكامل من هذه التكاملات الأربعة عندي ساين أس ان أس نصف مثلا، ومشتقة الساين كوساين اكس دي اكس، فإذا التكامل كله عبارة عن يو أس ان دي يو. إذا هذا التكامل يساوي ساين أس نصف اكس، المشتقة موجودة كوساين اكس دي اكس، راح يصير ساين أس نصف زائد 1 يعني 2/2، فيصير 3/2 على 3/2 ناقصا ساين اكس أس 5/2، المشتقة موجودة أيضا، إذا ساين
خمسة على اثنين زائد واحد يعني اثنين على اثنين راح يصير سبعة على اثنين على سبعة على اثنين ناقصا هذا التكامل نفس السابق. إذن ساين سبعة على اثنين اكس على سبعة على اثنين زائدا ساين أس تسعة على اثنين زائد اثنين على اثنين يعني زائد واحد راح يصير ساين أس 11 على اثنين على 11 على اثنين زائدا ثابت التكامل، ونقدر نكتب يساوي اثنين على ثلاثة ساين أس ثلاثة على اثنين ناقصا هذه أيضا بالمقام سبعة على اثنين فتنقلب تصير اثنين على سبعة، واللي بعد اثنين على سبعة فراح يصير أربعة على سبعة ساين أس سبعة على اثنين زائدا اثنين على 11 ساين اكس أس 11 على اثنين زائدا سي. الحالة الثانية نفس التكامل السابق ساين أس ام اكس في كوساين أس ام أس ان اكس دي اكس، لكن ام وان كلاهما عدد زوجي both m and n are even numbers أعداد زوجية. فبهذه الحالة راح استخدم sin تربيع x يساوي نصف في واحد ناقصا cosine 2x، وأيضا كوساين تربيع x يساوي نصف في واحد زائد كوساين 2x. هذا قانون ضعف الزاوية. مثال على هذا احسب التكامل من صفر إلى باي على أربعة ساين تربيع x في كوساين تربيع x dx ويساوي نعوض ساين تربيع x يساوي نصف في واحد ناقصا كوساين 2x، والكوساين تربيع يساوي واحد زائدا كوساين 2x على 2 دي اكس ويساوي الآن بالمقام عندي 2 فيصير عندي ربع خارج التكامل، وتكامل من صفر إلى باي على 4. الآن ألاحظ عندي فرق بين مربعين واحد سالب اكس وواحد موجب اكس، فإذا ممكن أنه أكتبه يساوي مربع الأول ناقصا مربع الثاني مربع الواحد واحد ناقصا كوساين تربيع 2x دي اكس. الآن يساوي ربع في تكامل من صفر إلى باي على 4، أجزأ التكامل أدخله على الحدود فيصير عندي واحد في دي اكس تكامل دي اكس ناقصا واحد على 4 تكامل من صفر إلى باي على 4، وألاحظ أيضا عندي كوساين تربيع 2x، فإذا نستخدم قانون ضعف الزاوية فيساوي 1 زائدا كوساين عندي الزاوية 2x، فراح يصير ضعف الزاوية 4x على 2 dx، فإذا يساوي ربع تكامل dx x من 0 إلى باي على 4 حدود التكامل ناقصا 1 على 4 أيضا عندي بالمقام 2 فيصير 1 على 8 1 في دي اكس اكس تكامل دي اكس يصير اكس من 0 إلى باي على 4 ناقصا أدخل هذه الناقص تكامل
أيضا 1/8، ما ننسى هذا، خلي نبسط أكثر حتى يصير أوضح. ناقصا ربع في 2 راح يصير ثمن تكامل دي اكس من 0 إلى باي على 4، ناقصا ثمن تكامل كوساين 4 اكس دي اكس من 0 إلى باي على 4 أيضا، ويساوي ربع، نعوض الحد الأعلى أولا باي على 4، ناقصا الحد الأسفل 0، ناقصا ثمن تكامل دي اكس أيضا اكس، وأعوض باي على 4 ناقصا 0، ناقصا ثمن الآن تكامل كوساين 4 اكس، فحتى أوفر مشتقة الزاوية 4 اكس أضرب في 4 وأقسم على 4، يعني بالضبط هالشكل، راح أضرب الدي اكس في 4 وأقسم على 4، فكأنما ضربت في 1، فراح يصير عندي التكامل كوساين 4 اكس، والمشتقة الزاوية متوفرة، فتكامل الكوساين يساوي ساين 4 اكس، وهذه في 4 من 0 إلى باي على 4، ويساوي باي على 4 في ربع راح يصير باي على 16، ناقصا 4 في 8 32 راح يصير باي على 32، ناقصا 1 على 32، 8 في 4 ساين 4 اكس راح يصير ساين 4 في باي على 4، ناقصا ساين 0، ساين الصفر صفر، والأربعة تروح إلى 4، ساين الباي دائما إذا ننسى نرسم هذا الكيرف، هذا الكيرف من 0 إلى 2 باي، ولاحظ هذا صفر، هذا باي، وهنا 2 باي، هذا الساين، ساين اكس، فإذا ساين الباي أيضا صفر. إذا يساوي باي على 16 ناقصا باي على 32، والحد اللي بعده صار صفر، فإذا نوحد المقامات، مقام 32 تقسيم 16 راح يصير 2 في باي 2 باي، ناقصا 32 تقسيم 32 1 في باي 1 باي، ويساوي 2 باي ناقصا باي، طبعا باي على 32. ثالثا تكامل ساين ام اكس في كوساين ان اكس دي اكس، لما يجي لنا مثل هذا التكامل بالزوايا مختلفة، عندي ام اكس وان اكس، فاستخدم هذه العلاقة، تكامل ساين ام اكس في كوساين ان اكس دي اكس يساوي نصف ساين مجموع الزاويتين زائدا ساين الفرق بين الزاويتين، واذا كان عندي ساين تكامل ساين ام اكس في ساين ان اكس ايضا الزوايا مختلفة، فاستخدم العلاقة التالية، يساوي نصف تكامل كوساين الفرق بين الزاويتين ناقصا كوساين مجموع الزاويتين. ثالثا تكامل كوساين ام اكس في كوساين ان اكس ايضا الزوايا مختلفة، فاستخدم العلاقة التالية، هذا التكامل يساوي نصف تكامل كوساين الفرق بين الزاويتين زائدا كوساين مجموع الزاويتين. مثال، اوجد او احسب تكامل ساين ام اكس في كوساين ان اكس دي اكس، اذا اولا ام يساوي ان ولا يساوي صفر، بهذه الحالة اذا كانت الزوايا متشابهة متساوية، والحالة الثانية اذا كانت الزوايا مختلفة. الحل، تكامل ساين ام اكس في كوساين ان اكس دي اكس
إذا كانت أولا أم يساوي أن ولا يساوي صفر، فبهذه الحالة راح يساوي تكامل ساين أم إكس في كوساين أم إكس دي إكس. لاحظ الآن الزوايا متساوية، إذن لو فرضت يو يساوي ساين أم إكس، فبهذه الحالة ديو تساوي مشتقة الساين مشتقة ساين أم إكس مشتقة الساين كوساين أم إكس في مشتقة الزاوية أم. فألاحظ كوساين أم إكس متوفر، أحتاج أضرب التكامل داخل التكامل في أم وأقسم على أم حتى تصير المشتقة متوفرة ويساوي 1/m تكامل ساين أم إكس في كوساين أم إكس في أم دي إكس. الآن صارت المشتقة متوفرة، فصار عندي تكامل يو ديو، إذن يساوي 1/m ساين تربيع أم إكس على 2 زائدا سي. مثل ما نتذكر تكامل يو دي يو، إذا كانت اليو أس أن فيصير أن زائد 1/n+1، فهنا الساين أس 1، فيصير الناتج ساين تربيع أم إكس على 2. الحالة الثانية إذا تكامل ساين أم إكس في كوساين أن إكس دي إكس وأم لا يساوي أن، طبعا لا يساوي صفر، فبهذه الحالة أستخدم العلاقة التالية ويساوي، هذه العلاقات نحفظها ونعوضها لحساب التكامل، ويساوي نصف تكامل ساين مجموع الزاويتين أم زائدا أن في إكس زائدا ساين الفرق بين الزاويتين أم ناقصا أن في إكس دي إكس، ويساوي ألاحظ عندي ساين أم زائد أن في إكس، فتكامل الساين هو سالب كوساين، فإذا أحتاج فقط أوفر مشتقة الزاوية، فإذا يساوي نصف تكامل ساين أم زائدا أن في إكس دي إكس زائدا نصف تكامل ساين أم ناقص أن في إكس دي إكس. وألاحظ الزاوية بالنسبة للحد الأول مشتقتها هي أم زائدا أن دي إكس، والثانية أم ناقصا أن دي إكس، فإذا أحتاج أضرب في هذه الزاوية وأقسم عليها، فإذا المفروض أنه تعودنا على هذا الشيء ممكن أنه نكتب مباشرة يساوي 1/2 أم زائد أن تكامل الساين سالب كوساين أم زائدا أن زائدا نصف، وأقسم وأضرب على أم ناقصا أن، وتكامل الساين أيضا سالب كوساين أم ناقصا أن، إذن يساوي سالب كوساين أم زائدا أن في إكس، عفوا هنا أنا ما كتبنا الإكس، على 2 أم زائدا أن سالب نصف كوساين أم ناقصا أن إكس على أم ناقصا أن زائدا ثابت التكامل. أرجع مرة ثانية أأكد على هذه النقطة للتوضيح، نانا كأنما قسمت على أم زائدا أن
واضرب الدي اكس في ام زائدا ان حتى اوفر مشتقه الزاويه. فهذا يبقى داخل التكامل ويا الدي اكس، وهذا يطلع خارج التكامل كالعاده مثل ما نسوي بايجاد المشتقه حتى نجري التكامل. نوفر المفروض مشتقه الزاويه. رابعا، تكامل تان أس أن أكس دي أكس. بهذه الحالة إذا كان الأن يساوي أود رقم فردي، عدد فردي أو إيفن، فنستخدم المتطابقة تان تربيع اكس يساوي سيكنت تربيع اكس ناقصا واحد، سواء كان الاس فردي او زوجي. مثال على هذا، تكامل تان اس خمسة اكس دي اكس. فبهذه الحالة يساوي تكامل تان تربيع اكس في تان تكعيب اكس دي اكس. جزأت الأس إلى 2 و3 حتى أستخدم المتطابقة، ويساوي تكامل تان تربيع أعوض عنها سيكنت تربيع اكس ناقصا واحد في تان تكعيب اكس دي اكس، ويساوي تكامل تان تكعيب اكس في سيكنت تربيع اكس دي اكس ناقصا تكامل تان تكعيب اكس دي اكس. الاحظ بالحد الاول مشتقة التان موجودة اللي هي سيكنت تربيع اكس ومشتقة الزاوية دي اكس، وبينما الحد الثاني الأس تكعيب، فأستخدم نفس الطريقة ونفس المتطابقة. فإذا بالنسبة للحد الأول المشتقة موجودة، تكامل تان تكعيب راح يصير تان أس 4 أكس على 4 ناقصا تكامل التان، راح أجزئه إلى تان تربيع في تان، فيصير عندي التان تربيع يصير سيكنت تربيع أكس ناقصا واحد و في تان اكس دي اكس، ويساوي تان اس 4 اكس على 4 ناقصا تكامل سيكنت تربيع اكس في تان اكس دي اكس، والناقص تدخل في الناقص تصير زائد تكامل تان اكس دي اكس، ويساوي تان أس 4 أكس على 4 ناقصا. ألاحظ التان مشتقته سيكنت تربيع دي أكس، سيكنت تربيع أكس دي أكس، فالمشتقة موجودة. فإذا التكامل راح يصير تان تربيع أكس على 2 زائدا تكامل الثالث، تكامل التان راح نسويه تكامل ساين على كوساين، تكامل ساين اكس على كوساين اكس، لانه التان يساوي ساين على الكوساين دي اكس. والاحظ انه لو فرضت يو يساوي كوساين اكس، فالديو مشتقة الكوساين تساوي سالب ساين اكس ومشتقة الزاوية دي اكس. فاذا هذا التكامل مجرد ينقص سالب واحد ويصير تكامل دي يو على يو. فاذا اضرب واقسم على ناقص واحد، فيصير عندي تكامل يساوي تان اس 4 اكس على 4 ناقصا تان تربيع اكس على 2
زائداً بهذه الحالة مثل ما ذكرنا نضرب ونقسم على سالب واحد، فيصير عندي سالب تكامل سالب ساين اكس دي اكس على كوساين اكس، فاذا صار يشبه تكامل دي يو على يو، والناتج مالته طبعا لين، فيساوي هذا راح ينزل نفسه، والحد الثاني ايضا نفسه ناقصا لين ابسوليوت كوساين اكس زائدا سي. خامسا تكامل سيكنت اس ان اكس دي اكس، بهذه الحالة نستخدم المتطابقة سيكنت تربيع اكس يساوي واحد زائدا تان تربيع اكس، ونلاحظ مشتقة التان، توفير مشتقة التان. مثال تكامل سيكنت اس اربعة اكس دي اكس يساوي تكامل سيكنت تربيع اكس في سيكنت تربيع اكس دي اكس، ويساوي تكامل واحد زائدا تان تربيع اكس في سيكنت تربيع اكس دي اكس. ادخل السيكنت تربيع على القوس يساوي تكامل سيكنت تربيع اكس دي اكس زائدا تكامل تان تربيع اكس في سيكنت تربيع اكس دي اكس، ويساوي الاحظ تكامل سيكنت تربيع اكس، والحد الثاني تكامل تان تربيع ومش متوفرة مشتقة التان اللي هي سيكنت تربيع اكس، فاذا تكامل سيكنت تربيع اكس يساوي تان اكس زائدا تان تربيع اكس سيكنت تربيع اكس، راح يكون عندي مثل تكامل يو دي يو، فيساوي تان تكعيب اكس على ثلاثة زائدا سي. الحالة السادسة هي تكامل تان اس ام اكس في سيكنت اس ان اكس دي اكس، وعندي حالتين، الحالة الاولى ان اكبر من صفر ويكون عدد زوجي، والحالة الثانية ان عدد موجب يكون فردي. فاذا اذا كان ان even عدد زوجي، فايضا استخدم المتطابقة secant تربيع x يساوي واحد زائدا tan تربيع x، والاحظ توفر مشتقة التان اذا كان الان عدد زوجي. مثال على هذا احسب تكامل تان أس سبعة أكس في سيكنت أس أربعة أكس دي أكس. ألاحظ السيكنت أس زوجي أربعة، فإذا أستخدم هذه المتطابقة، فالتكامل يساوي تان أس سبعة أكس في سيكنت تربيع أكس في سيكنت تربيع اكس دي اكس، ويساوي تكامل تان اس 7 اكس في سيكنت تربيع اكس في، اعوض عن السيكنت تربيع، واحد زائدا تان تربيع اكس دي اكس، ويساوي الان ادخل هذه الكمية على القوس تكامل تان اس 7 اكس
في سيكنت تربيع x dx زائدا تكامل تان أس 7 في تان تربيع راح يصير تان أس 9 عند الضرب تجمع الأسس x في سيكنت تربيع x dx ويساوي الآن تان يو أس 7 الديو اللي هي مشتقة التان ساوي سيكنت تربيع x dx فإذا تان أس 7 تكاملة راح يصير تان أس 8 x على 8 زائدا أيضا نفس الشيء بالنسبة للتكامل الثاني الحد الثاني فراح يصير تان أس 10 x على 10 زائدا c. الحالة الثانية إذا كان n عدد فردي أس السيكنت عدد فردي فبهذه الحالة ألاحظ مشتقة السيكنت إذا كان الـ n اللي هو أس السيكنت فردي فألاحظ توفر مشتقة السيكنت بينما إذا كان الـ n زوجي مثل ما ذكرنا قبل قليل نلاحظ مشتقة التان نستخدم هذه المتطابقة سيكنت تربيع x يساوي 1 زائد تان تربيع x ونلاحظ مشتقة توفر مشتقة التان أما إذا الـ n فردي فألاحظ توفر مشتقة السيكنت مثال على هذا تكامل تان تكعيب x في سيكنت أس 5 x dx فالآن ألاحظ أنه أول شيء أس السيكنت فردي 5 فإذا أحاول أوفر مشتقة سيكنت هذا التكامل إذن يساوي تكامل تان تربيع x في سيكنت أس 4 x الآن أخذت من التان أس 3 1 وأخذت من السيكنت أس 5 1 فيصير عندي هنا تان x في سيكنت x dx ويساوي الآن أعوض عن التان تربيع تان تربيع x يساوي سيكنت تربيع x ناقصا 1 إذا يساوي تكامل سيكنت تربيع x ناقصا 1 في سيكنت أس 4 x في تان x سيكنت x dx ويساوي الآن أدخل هذه الكميات على القوس يساوي تكامل سيكنت أس 6 x في تان x سيكنت x dx ناقصا تكامل سيكنت أس 4 x في تان x سيكنت x dx ألاحظ الآن لو فرضت u يساوي سيكنت x فمشتقة السيكنت هي تان x في سيكنت x فإذا المشتقة متوفرة نفس الشيء بالنسبة للحد الثاني فإذا هذا التكامل راح يساوي سيكنت أس 7 x على 7 ناقصا سيكنت أس 5 x على 5 زائدا سي